السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخوتي، شكرا على التفاعل في القناة، وعذرا اعتذار مني لكم لطول المدة، يعني لم أضع فيديو، ذلك الظروف، يعني خاصة الفترة هذه قبل البكالوريا كانت عندي أشغال كثيرة، ولكن أنا أعمل جهدي. كل ما جاءتني فكرة وكان لدي الوقت أضع لكم فيديو لأساعد فيه الإخوة، والحمد لله أنا أجيب على جميع التعليقات، كل من لديه أي تساؤل أنا أجبت عليه، وأنا لا أبخل ولا أحتكر أي معلومة، والله شاهد على ما أقول. اليوم موضوع كان إخوتي بإذن الله هو تلقيم أو تلقين الفراخ الحسون الغناء. أفضل طريقة، الطرق متعددة يا إخوتي، ولكن أنا نهضر لكم على عن تجربتي الشخصية، ونعطيكم خلاصة تجاربي طيلة هذه السنين من تلقيم الحسون. إخوتي، ما الذي يفرخ حسون إنتاج قفص ويريد تلقيمه بغناء جيد؟ إخوتي، لا ينتظر من هذا الفرخ أن يسمع كل ما تم تلقينه له ويعيده كما تم تلقينه له، هذا يعني من المستحيلات. فرخ الحسون ليس آلة حتى تحفظ وتخزن عليها كل المعلومات. أول شيء، معلومة مهمة لكم قبل أن أريكم الطريقة، فرخ الحسون لا يأخذ غناه عن جهاز تسجيل، أو يأخذ بعض النوتات الواضحة فقط، يأخذ بعض، يعني إذا كان نجعل نسبة الغناء 100% يأخذ منها أكثر شيء 20 أو 30%. يعني إخوتي، إذا أخذ لكم نوتة مقطع من هذا الغناء فأنتم نجحتم. أما أفضل طريقة لتلقيم الحسون هي بوضع ذكر مثل هكذا، ذكر نضعه فوقه أو نضعه بجواره، المهم أن يسمعه، لأنني بعد سنوات لاحظت هناك من الفراخ من تمر عليه سنة وأنت تلقن فيه، وفي لحظة تضعه مع ذكر أكثر منه يغني مدة دقيقة أو دقيقتين يأخذ منه المقاطع الصوتية عنده. هذه يعني خلاصة، لذا أنصحكم بجلب الفرخ ووضعه مع ذكر، أو إذا كان لديك الكثير من البقول فذلك أفضل بكثير، أفضل بكثير، خاصة إذا كان غناؤها متميز ولكل ذكر نوتات مختلفة، يعني ليس غناء عادي كما نقول بالعامية أوردينار. بعد ما تسمع طيلة يوم كامل يكون معها الفترة المسائية، لما تكون فارغ وليس لديك أشغال، أو صباحا لا يهم صباحا أو مساء، تنزع الفرخ من قرب بقية الذكور وتضعه وحده، ثم ماذا تفعل؟ سأريكم إخوتي. كما قلت إخوتي، تجلب هذه تباع عند باعة مستلزمات الطيور، أنا أستعملها في تسميع الفراخ، هي جيدة، يعني هذه تغلف القفص كاملا وتترك له فتحة كما هكذا، يعني معمولة مسقونة ما شاء الله، تضع القفص داخلا وتضع جهاز تسجيل شعر. عندما تضع جهاز تسجيل وتضع الصوت، لا ترفعه كثيرا ولا تخفضه كثيرا، ونفس درجة الصوت التي تبدأ بها معه يجب أن تكمل بها معه، لأنه قد يعتقد أنك غيرت له الغناء. فترة التسميع، يعني إذا المستحب ليش الأمر ليش يعني بدقة، ولا المهم أن تسمعه، نقول مثلا ساعة، ثم الساعة الثانية تخفض الغناء تماما وتترك الفرخ على حاله، الغناء حتى تصير أنت لا تسمعه ولكن هو يسمعه.
هو فيظن أن هناك ذكر من بعيد يغرد، وهو يحاول هذا بعد ما تمر عليه 3 أشهر أو 4 أشهر، يبدأ في تعلم النطات ومحاولة نطقها. لذلك تنخفض الصوت إذا وضعته على تلفاز أو جهاز أمبي تروى أو غير ذلك. عندما نخفضه نتركه يتعلم تلك النطات لكي لا يخطئ في نطقها فيما بعد. يعني وأنا أنصحكم بأخذ النطات الرئيسية كما يقول باسادات، مثلا تيواتي سرباتي. يعني أنا لست خبيرا جدا في الشعوب، ولكن أنا أنصح إخوتي للأفضل لكم إن شاء الله. اختر نوطات المميزة التي تحبها أنت، لا تنظر إلى ما يحب غيرك، لأن الغناء أذواق. هناك غناء يعجبك أنت ولا يعجب غيرك والعكس. لذلك اختر نوطات ممتازة تعجبك، تكون واضحة تستلذها الأذن، ضعها وسمعها ولا تكثر له، لا تكثر. هذا ذلك الغناء الذي فيه مدة ساعة وساعتين و3 ساعات، تأكد أخي أنك ستضيع الفرق، وفي الأخير تجده يغني غناء غير مفهوم تماما، غير مفهوم. لذا خلاصة القول يا إخوتي، التسميع مع بقية الذكور أكثر أهمية بكثير، لأنه يبني عليه يعني 80% من تغريده. الباقي إذا أردت إضافة له نوطة مميزة، اجعل سمع له تلك النوطة المميزة وسيتعلمها بإذن الله. أما بالنسبة للفراخ الخلوية يا إخوتي، أعلمكم بأنها تكون قد أخذت الغناء عن والديها وعن بقية الذكور التي سمعتها في البرية. يعني هناك احتمال ضئيل أن تأخذ لكم بعض النوطات، تستطيعون تجريب معها الطريقة نفس الطريقة هذه، تضعونها مع الذكور. أنت إذا أخذ لك نوطة أو اثنين فأنت في الفائدة. سمع له نوطة معينة وذلك سيتعلمها إن شاء الله. هذا على ما أظن مختصر الذي لدي، وبالتوفيق إن شاء الله. إخوتي لمزالوا منجوش، نصيحة في الأخير الذين لم تجهز لهم الإناث، لا تضيع وقتك يا أخي، قم بتقيير الأنثى واتي بأنثى جاهزة بدل أن يضيع منك العام هباء منثورا. ولا تنسون من صالح دعائكم، بارك الله فيكم، فدعاؤكم وصلني والشكر والحمد لله، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. ولا تنسى الإعجاب للفيديو، واشترك في القناة إذا لم تكن مشترك. في أمان الله.